دخلوا برا وبحرا وجوا كتائب القسام الفلسطينية وفي عملية عسكرية مباغتة تطلق العنان 5000 صاروخ باتجاه إسرائيل مقتحمة مستوطنات في غلاف قطاع غزة في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم طوفان الأقصى، فيما قالت عنها صحف إسرائيلية ما يجري لا يشبه أي شيء عرفناه في القتال ضد حماس من قبل. أسر بالجملة لجنود إسرائيليين وسيطرة على مدرعات وأسلحة إسرائيلية تجول بها فلسطينيون داخل غزة، بينما رصدت مقاطع فيديو عمليات إخلاء إسرائيلية لقواعد جوية يقترب منها عناصر القسام في غلاف غزة خوفا من سيطرة الفصائل الفلسطينية على الطائرات الحربية، بينما رصدت مقاطع أخرى حالة هلع وهروب جماعي من مطار بن غوريون. الإذاعات الإسرائيلية أكدت أن أعداد القتلى والجرحى الإسرائيليين كبيرة وبأن الفصائل الفلسطينية وصلت إلى مناطق وبلدات تجاوزت غلاف قطاع غزة، فيما قصف الجيش الإسرائيلي مناطق متاخمة للسياج الأمني شرقي القطاع وسط ترقب لاجتماع الكابين الظهر اليوم في وقت أطلقت فيه إسرائيل عملية السيف الحديدي، وسبق هذا إعلانها حالة الحرب لأول مرة منذ عام 1973. Thank you.